أوروسكوب مع داليا. صباح الخير أصدقائي المستمعين. بيقول فينس لومباردي أن القاموس هو المكان الوحيد الذي يأتي قبل نجاح العمل، أما العمل والجد هو الثمن الذي يجب أن يدفع للنجاح. وبضيف لومباردي، أعتقد أنه بإمكانك تحقيق أي شيء إذا كنت على استعداد لدفع الثمن. يعني يا أصدقائي، المستحيل هو فقط اللي بتتردد، ما بتحاول أو بتكون حاضر لدفع ثمنه. أما لما بتكون مستعد فبيتحول المستحيل لحقيقة وواقع. أما هلأ خلينا ننتقل لخبايا الفلك، والبداية مع برج الحمل. تبدأ نهارك بنشاط وحيوي، وبتشعر بالثقة بالنفس بسبب مساندة زملائك بالعمل، يعني ببساطة انطلاقة قوية. تفسد الأجواء العاطفية بسبب انفعالاتك وأحاسيسك السلبية اللي مش بمحلها، صار لازم أنك تصلح الأمور، لذا باشر بالتحضير لسهرة مميزة. برج الثور. يومك مليء بالخطط والمباحثات لمشاريع مستقبلية، فأنت يا عزيزي قادر على إدارة عدة أعمال بوقت واحد. تشعر أنك بعيد عن الشريك وسبب بعض الضغوطات الحياتية، ولكن ولا يهمك، ما هي إلا ضغوطات عابرة وبتعود المياه لمجريها من جديد. برج الجوزاء. فترة واعدة بتقدم مهني، من الممكن أنك تستلم مسؤوليات جديدة وموقع جديد، أو من الممكن أنك تحصل على عرض عمل مغري بالخارج. ترتفع معنوياتك وبتنفرج أساريرك لأنك بتحصل على الكومبليمو من كل حد بوصوب، انتبه من غيرة الشريك. برج السرطان. تتمتع بروح حماسية وبتلاقي نفسك عم تتبارى مع الأقوياء وبتزاحمهم بالوصول للأعلى، بل أحسن، بتتفوق عليهم وبتحصل على مبتغاك. يوم مثمر ومطمئن، فالعلاقات المتأرجحة اللي واقفة على شفير الهوية تصبح بمنقى عن الخطر، أما العلاقات المتينة فبتقوى وبتشتد. برج الأسد. بتخطط للمستقبل وبتلاقي أنه أعمالك عم تنجح من دون أي جهود إضافية، تستقبل العروض بفخر واعتزاز. تجنب النقاشات الحادة مع الشريك، فأنت بطبعك إنسان رقيق وحساس، فما تشوه صورتك. برج العذراء. بتقدم عمل إبداعي أو بتحصل على مكافأة وبتحرز جائزة مهمة، فترة كتير مميزة بتبرهن من خلالها عن كفاءتك. يومك رائع بامتياز، بيوصف بالشعور المرهف والأحاسيس الإيجابية، أما إذا كنت عازب فبتلبي بعض الدعوات وبتتعرف على شريك أحلامك. برج الميزان. بتشارك ببعض المناسبات اللي بتفتح لك الآفاق الواسعة وبتساهم بازدهارك فيما بعد، انتبه وما تضيع الفرص عليك. عم توضع شروط طالب الكمال وما بتحاول تتنازل ولو قليل، خفف الدوز لتلاقي شريك أحلامك قريبا. برج العقرب. تشعر بأنك قادر على تخطي المستحيل عبر الهروب منه، ولكن يا عزيز الحل هو المواجهة وليس الهرب. تتميز علاقتك العاطفية بالتفاهم والانسجام إذا كنت مرتبط، أما العازب فبيعمق صداقته لتتحول لقصة حب جدية. تتعاطف مع مواليد برج الثور والجوزاء. برج القوس. بيتحدث الفلك عن استرجاع القوة والمعنويات، بتمارس جاذبية وبتحقق نجاحات مالية، الأمر اللي بعد لك الثقة بنفسك. تتلاقى مع الشريك بمنتصف الطريق لحل مشكلة كانت زعجتكم بالفترة الأخيرة، وسرعان ما بتعود المياه لمجريها. برج الجدي. تستعيد حيويتك وبتنفرج أمورك وبتقوم بإدخال تغيير على مظهرك الخارجي وللخروج عن الروتين. تحصد إعجاب الشريك اللي بيشعر أنه مع عدة شركاء بشخص واحد هو أنت فقط. برج الدلو. تدرس إمكانية بدء مشروع جديد وبتحاول التركيز على الناحية المالية اللي بتشكل الجزء الأكبر من العوائق. بون شانس. بتكون الأجواء ضاغطة اليوم وكأنك زعلان وعم بتحاول تخبي، ولكن حذرك بشؤون القلب والحب ظاهر قدر ما خبيت. برج الحوت. بتحاول خوض تجربة استثمارية جديدة، من الممكن أن تكون بيع لمنزل أو عقار. قول ده بس، ما تخلي مشاغل الحياة تقضي على علاقتك العاطفية ولا تفقدها لمعانة وبريئة، حاول قتل الروتين قبل ما يقتل العلاقة. مع برج الحوت منكون وصلنا لختام فقرتنا سوا، موعدنا سوا بيتجدد من التنين للجمعة، فكونوا على الموعد. أوروسكوب على الشرق الأوسط 1450 AM.